طيب هل التسامح هو شرط القبول الطاعة؟ احنا مش يعني بنسميه شرط علشان بس ما الناس برضو ما تفهمش غلط، لكن احنا من باب توقير الصيام، من باب توقير الطاعة، احنا بنحافظ على طاعتنا. وبعدين احنا لو تأملنا المشهد كويس قوي هنلاقي ان فيه غايات اخلاقية مربوط بها العبادات. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى صحيح امرنا بالصيام وامرنا بالصلاة وامرنا بزكاة وحج والكلام ده كله، لكن لما نرجع للغايات او النتيجة النهائية اللي احنا عايزين نوصل لها من هذه العبادات هنلاقيها غاية اخلاقية. يعني مثلا ربنا امرنا بالصلاة وقال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وامرنا بالصيام وقال لعلكم تتقون، وامرنا بالزكاه قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، وقال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فاذا كل العبادات المشروعه مرتبطه بغايات اخلاقيه، لان ربنا سبحانه وتعالى غني اصلا عن عبادتنا. بس الفكره كلها العباده دي بترجع لنا احنا بالفايده، وبترجع على المجتمع كله بنوع من التالف والسكينه يعني والتقارب وهكذا. فاذا احنا لما نفكر في مساله ان هو يقبل ولا يقبل، احنا مهم قوي ناخد بالنا عشان توقير صيامنا. بمعنى ايه؟ اولا احنا عايزين نفهم انه هذا النموذج العملي الذي كان في ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت له امراه من كثره صلاتها وصيامها. ولما نقول انها ذكرت من كثره صلاتها وصيامها، دي مش معناها انها بتصلي الفريضه، يعني مش بتصلي ظهر عصر مغرب عشاء فجر كده زي الناس، لا، ده قدر تقريبا كل الناس بتتفق فيه بيصلوا الفرائض. لكن لما تذكر من كثرة صلاتها وصيامها، ده معنى كده انها صلت الفريضة وصلت كمان نفلة وتطوع بزيادة قوي. الصيام مش صامت الفريضة شهر رمضان مثلا، دي كمان صامت حاجة تانية اعلى من رمضان، يعني مثلا اثنين وخميس مثلا او الايام البيض في الشهر وهكذا. طيب ايه مشكلتها الست دي؟ دي ست كويسة، يعني بالحساب المبدئي دي ست كويسة بتصلي وبتصوم وبزيادة، لكن غير انها تؤذي جيرانها بلسانها. يبقى هنا عندها الناحية التعبدية موجودة كويسة، لكن الناحية الأخلاقية في تعاملها مع جيرانها في أذى، في سب، في شتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم في هذه الصورة، برغم أن في عبادات، قال لا خير فيها، هي في النار. طبعا دي أزمة كبيرة جدا، أزمة كبيرة جدا. إزاي؟ أنه ممكن الصورة اللي احنا متصورينها، أنا ثري بحساباتي، أنا عندي غنى بطاعاتي وعباداتي، بس ممكن أجي يوم من الأيام أنفلس. ليه؟ لأنه أنا مع الطاعات والعبادات الموجودة علي حقوق، فده هيستوفى من ده، ففي الاخر اطلع الحساب معايا بالنسبه لي صفر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسال مره، اتدرون من المفلس؟ فبحكمه وبعرف الدنيا السائد، المفلس اللي ما عندوش فلوس، اللي ما يملكش حاجه. لكن علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المفلس، لا، هو مش ده، اللي هو بيجي بصلاه وصيام وزكاه، عامل عبادات وعامل طاعات، لكن في نفس الوقت وجاي شتم ده وسب ده واكل مال ده وعمل. اذا الحاجات دي كلها احنا متصورين انها مش عبادات. وده برضه بيصحح الفهم بتاعنا في فكره انه هو الدين صلاه وصوم بس. لا، الدين جزء منه عبادة، اللي هو الصلاة والصوم المشروع والزكاة والحج والحاجات دي، ولكن جزء تاني أخلاقي مهم جدا، لأنه الإنسان الدين ده بناء شامل، مش حاجة واحدة في ركن من أركان الحياة، لا، الدين شامل الحياة كلها. فهو بينظم علاقة الإنسان بنفسه، وعلاقته بربه، وعلاقته بالكون حتى من حوله، علاقته بمجتمعه اللي حواليه، كل دي بينظمها بأوامر إلهية، وأوامر تبقى فيها مصانة بنوع من القداسة. فاحنا لما بنقول ان في تسامح، التسامح ده امر رباني وشرع نبوي، ما ينفعش ان احنا نقول طب انا خلاص انا هصلي كده، انا عملت اللي عليا ومش لازم الجانب ده، لا، مش لازم ده. وانا لازم اسامحه قدامه يعني، ولا اسامحه بيني وبين نفسي؟ والله لو احنا عايزين نوصل لنوع من التسامح المجتمعي والتآلف، يبقى طبيعي لازم نتسامح، ودي القوه الحقيقيه. ويمكن انا في تجربه اتكلمت عليها قريب ونفسي ننقلها بمناسبه شهر رمضان الكريم. احنا طبعا لما بنعيد على بعض بمناسبه الشهر بنقول له كل سنه وانت طيب، بنقول له تقبل الله منا ومنكم، ايا كان الكلمه يعني. في بعض البلاد انا لقيت تجربه جميله جدا جدا جدا، انه يوم العيد مثلا تحديدا، المفترض ان هو يوم فرح وكذا، لكنه بيبقى يوم بكاء، لانه بس ده في بعض البيئات يعني، بيروحوا بيشترطوا في العيد لما يعيد عليه انه يقول له سامحني، انا غلطت في حقك، واحد اتنين تلاته، سامحني. يعني التسامح ده مطلوب جدا. وتصور حضرتك لو احنا قعدنا مشهد التسامح كل فتره وتصافينا، عمرها ما تبقى فيه مشكله.